يلا يلا الرجال يلا. ايوه هز عندك تعام عام. الحمد لله كلما صلى مصل لربه وكبر، والحمد لله الحنان المنان، وقد من علينا بمواسم للخيرات تعود وتتكرر. من المواسم الفاضلة الأيام العشر من ذي الحجة. بما احنا صلينا العيد دابا مشيو نذبحو ان شاء الله. انتما مدينة تطوان. حط الراديو عيد طرب العام اسيدي. اجواء ديال العيد. الدنيا خاب شوارع مدينة تطوان. محطة قديمة ولكن خالية خالية تماما. الله يبغى يستمتع بجميع المغربية يخرج بيهما إلا اكتظاظ لتحس لواس. علينا وعليكم. الفدان في كينا جلالة الملك محمد السادس. بعد الصباح قاز منا أنا الخوت. أنا قاز الموكب الملك. باركين حمادي خاوية خاوية. انا مشيت غنجيب شي سخيرة هايدة قلت غنضرب شي دويرة. ايوا اللي بغا يجيب مدينة تطوان خاوية هاهي. غنضرب واحد دويرة هايدة ونشوف حتى شنو خاوية. تقول غير ما كاينش البشر. الناس كلشي مع الآل والأحباب. يرضى الحجار ياك. السوق الكورنا تحت كوميسارية العام خباز. نوريكم تطوان المدينة خاوية خاوية عليها خصني. شوف كيفاش خاوية الدنيا سبحان الله.
هنا داز الموكب الملكي. تاسي طوموبيل ماركة الدور. هاوي كل شيء كيصفر كتير. هذه الخاصة انتما الاجليسيا. هاوي كل شيء مجدود. هاوي اجليسيا شي كل شيء كيصفر. قنصلية الإسبانية الخاصة. خاوي كل شيء خاوي كل شيء مجدود، ولكن إذا شي واحدة مفتوحة خاوية. شو هذه في الصيف هنا وتشوف ربع الشارع كيفاش كيكون. هذا يوم العيد. الله نروح حنا من هنا. جولة خفيفة في مدينة سيوان العاصمة. جمع بعقب الحلو. أنا كنسكنو. شوفوا شي قهوة محلولة نهزو شي قهوة كحلة بعدا. لا والو كلشي مجدود. كلشي دابا المطاعم أغلبية غادي يبقاو سيمانة ديال الراحة. كتكونوا مجموعين. وهذه المحطة الطرقية ديال مدينة تطوان الجديدة اللي جات في الطريق ديال مرتين. على ما اظن انتم مقهاوي المطاعم كلشي مجدود. الجنوب جنوب المغرب كلهم واحد واحد. ها اجواء العيد دابا الجزارة عامرين. اللي كيشوطوا الريوس. اما الدنيا خاوية دابا كلشي مع العائلة والحباب ديالو يعني احتفلونا بعيد الاضحى. شوفوا الدنيا كيفاش خاوية. نضرب لكم شي دويرة وتشوفوا الدنيا كتصفر. الشوارع خالية خالية تماما. هنا تطوان جميع المدن المغربية دابا الشوارع كلها خالية. لبيك اللهم لبيك، وهي استجابة توحيد خالصة من الشك ومن الارتياب وعدم اليقين. في هذا اليوم العظيم تستحضر الأمة الإسلامية معاني وخلق التضحية من خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي قدم للبشرية كلها أغلى دروس الفداء بعد أن صدق الرؤيا وهم بذبح ولده إسماعيل لولا أن فداه ربه بذبح عظيم.
الله أكبر الله أكبر. ما لبس الحجيج ملابس الإحرام. الله أكبر. ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام. الله أكبر. ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام. الله أكبر. ما اهتدوا بنور القرآن وفرحوا بهدي الإسلام. الله أكبر. ما وقف الحجيج في صعيد عرفات. الله أكبر. ما تضرعوا في الصفا والمروة بخالص الدعوات. الله أكبر. ما غفر لهم ربهم وتحمل عنهم التبعات. الله أكبر. ما رموا وحلقوا وتحللوا ونحروا فتمت بذلك حجة الإسلام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. من حكمة الله في خلقه أن شرع له من الأعياد ما يلبي الفطرة التي فطرهم عليها. نحن أمة التوحيد، صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا ونسكنا لله ليس لسواه. نحن أمة أكرمها الله تعالى بدين الإسلام واختارها لحمل لوائه وشريعته. نعم ربانية تستوجب شكر الخالق سبحانه الذي جاد على بلدنا بقيادة رشيدة لأمير المؤمنين الذي يحقق لشعبه الوفي ما يرن إليه من عيش كريم وتنمية شاملة مستدامة. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى ما حب الله به هذا البلد الأمين من حظوة إمارة المؤمنين التي ينتصب صرحها شامخا منذ قرون، منصهرة في بوثقتها الأبعاد الدينية والدنيوية، تحصينا للمجتمع وحفاظا على وحدة الأمة في التمسك بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. والدعاء موصول لأمير المؤمنين على جهوده الخيرة وأعماله الفاضلة التي جعلت بلدنا بتوفيق من المولى عز وجل آمنا مطمئنا يرفل في نعماء الاستقرار والازدهار. عيد الأضحى المبارك مناسبة نرفع من خلالها لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين أعز الله أمره أحر التهاني وأغلى الأماني، مجددين لجلالته الولاء والوفاء، وجموع المواطنين والمواطنات تدعو لأمير المؤمنين بالحفظ والسؤدد والتمكين حتى يحقق لشعبه الوفي ما يصبو إليه من رقي وما يرن إليه من رفعة ضمن مسيرة تنموية شاملة وتعبئة قوية متعددة الأبعاد السياسية والاجتماعية والروحية والاقتصادية والثقافية. من فضائل الله تعالى على عباده أن من عليهم بمواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وعيدكم مبارك سعيد.